السلام عليكم ومساء الخير ويا رب كلكم تكونوا بخير. انا سعيده جدا اني موجوده معاكم النهارده من خلال تيدكس حلوان يونيفرسيتي. وتيدكس كانت امنيه غاليه عندي جدا من فتره طويله، واحب اشكر بنتي ايه علاء الدين احمد انها اللي بعتت لي اللينك بتاع التقديم للايفنت، ولانها كانت دايما مؤمنه ان مامتها عندها افكار تستحق الانتشار. قبل ما ابدا في التوبك اللي انا اخترته اتكلم فيه النهارده، احب اعرفكم عن نفسي لان اعتقد ان معظمكم مش عارفه. أنا اسمي حنان محمد فتحي السكري، والمعروفة بي دكتورة حنان السكري، طبيبة استشاري أول أمراض النساء والتوليد وعلاج العقم، ومدرب معتمد حاصلة على كورس TOT تدريب المدربين من إحدى المؤسسات المعتمدة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وحاصلة على دورة تدريبية في إعداد المذيعين ومعدي البرامج من اتحاد المبدعين العرب بتقدير جيد جدا، وعندي براءة فكرة لبرنامج إذاعي وبرنامج تلفزيوني. من صغري وأنا بحب الطب جدا وبحب الإعلام بكل مجالاته، والحمد لله في ثالثة ثانوي ربنا أكرمني بمجموع كبير وبدأت أحتار، لكن قررت في النهاية أدخل طب لأن الطب محتاج دراسة وممارسة، لكن الإعلام ممكن يكون موهبة ودراسات حرة وقد كان. ليه الكوكتيل ده؟ ده سؤال جميل. الطب بيهتم بالإنسان جسديا ونفسيا، والإعلام بيهتم بالإنسان فكريا المفروض يعني، ولما الطب والإعلام يكونوا على خلفية دينية بيضاف اهتمام آخر وهو الاهتمام الروحاني. فباختصار أنا اهتمامي الأول في الحياة هو الإنسان. الطب وبالذات تخصص النساء أضاف لي كتير جدا خبرات متنوعة في الحياة، لأني بتعامل مع أصعب فئة في المجتمع الستات، وأنا بعترف من خلال الستات أنا بعرف أخبار الأسر المصرية، بعرف أسرار الأبواب المغلقة، بتتعكس لي صورة للمجتمع بمشاكله وخلافاته واحتياجاته، فبقدر أكون صورة واقعية وده بيدي وعي كبير. عرفتكم بنفسي شوية، ندخل بقى في الموضوع اللي أنا جاي أتكلم فيه اللي اخترت له عنوان لقد حان وقت الديليت. كلنا بنتولد في الحياة صفحة بيضة فاضية، ويوم ورا يوم وسنة ورا سنة بنتملي خبرات وذكريات نجاحات وإخفاقات، وبنشيل هموم وبنشيل ذنوب وبنتملي طاقات إيجابية وطاقات سلبية، وكل الأحمال دي بنمشي فيها بيها في طريق الحياة ممكن جدا تقلل سرعتنا، واحنا مطالبين واحنا ماشيين في الطريق مش بس ان احنا نتقدم، لكن مع كل خطوة بناخدها لقدام لازم نعمل فوق درجة ونرتقي. وعشان نعمل ده محتاجين نخفف الأحمال الزايدة اللي بنشيلها على كتفنا ونشيلها من أرواحنا، ونعمل كل فترة أو مرحلة إيه؟ فلترة. كل واحد فينا محتاج يقف مع نفسه وقفة، أو يقعد مع نفسه قاعدة، يقف أو يقعد اللي يريحه، المهم إن هو يطلع بنتيجة. سوري. المهم ان هو يطلع بنتيجة واضحة وتقييم سليم لنفسه والأداءه في المرحلة دي، لكن بصدق وبشفافية. هجيب ورقة وقلم
ويكتب ثلاث حاجات يدور جوه نفسه عن الحاجات الإيجابية اللي محتاج يزودها ويحافظ عليها، والحاجات السلبية اللي عايز يتخلص منها ويعملها ديليت، والحاجات اللي ناقصة ومحتاج يضيفها لحياته ويزودها. علشان ننفذ ده بعد ما كتبنا الحاجات دي محتاجين نعمل ثلاث حاجات. اولا نشحن رغبة قوية، مش مجرد فكرة، وإرادة حقيقية ان احنا نتقدم ونعلى، واهم حاجة ترتيب الاولويات من الثلاث حاجات اللي كتبهم في البداية. بالنسبة لي انا بعتمد على قاعدة مهمة جدا بتقول درء المفسدة مقدم على جلب المنفعة، بمعنى اني انا الغي السلبيات واعملها ديليت اللي في حياتي، ده اولوية علشان اوسع مكان ومساحة للحاجات الايجابية اللي عايزاها تزيد او اني اضيف المزيد. عشان اعمل ده تصورت شكل هندسي يبين لي ازاي يحصل توازن للانسان ويمشي في طريق الحياة بثبات. شبهت الانسان بشكل مثلث متساوي الاضلاع والزوايا، زاوية الضمير هي زاوية الرأس، وزاوية القاعدة على اليمين العقل وعلى الشمال القلب. وهيحصل حاجة من ثلاثة، لو زاوية الضمير عليت قوي هتجذب ضلعين المثلث الجانبين لأعلى، وبالتالي قاعدة المثلث هتضيق والإنسان جوه مثلث حياته هيتخنق جدا وهيفضل يجلد نفسه طول الوقت أو يعمل أحكام على الناس judgment طول الوقت. وإحنا مخلوقين بشر مش ملائكة وعايشين على الأرض، وربنا سبحانه وتعالى في سورة الإسراء الآية 95 قال قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا، صدق الله العظيم. وبالتالي مش هيحس بالتوازن وهيفقد توازنه. لو زاوية العقل اللي هي على اليمين جذبت المثلث ناحيتها جدا، الإنسان هيبقى حاد وجاد وهيفقد العاطفة، وبالتالي هيفقد علاقاته بناس كتير ومش هيحصل له أي توازن. لو زاوية القلب جذبت المثلث ناحية الشمال، الإنسان هيبقى متهور ومندفع وهتسيطر عليه رغباته وشهواته وبرضه هيفقد التوازن. يبقى احنا محتاجين كل فترة نعمل صيانة دورية لمثلث حياتنا ونعمل ضبط زوايا للمثلث زي ما بنعمل لعربياتنا بالضبط علشان نحافظ عليها ويبقى عمرها الافتراضي أطول. وأعتقد إن حياتنا أهم بكتير من عربياتنا، لأننا في نهاية الرحلة هنقف قدام ربنا وهيسألنا عملنا إيه طول الرحلة، عملنا إيه بالصحة اللي رزقنا بيها، عملنا إيه بالمال، عملنا إيه بالعلم، عملنا إيه بالوقت اللي رزقنا بيهم. ولازم نكون مستعدين للسؤال ومستعدين بالإجابة. رتبنا كل حاجة والأولويات والتنفيذ. طيب ايه هي السلبيات اللي احنا محتاجين نعمل لها دليل في حياتنا؟ بالنسبة لي اول سلبية واهم سلبية عايزة الغيها من حياتي واعمل لها دليل هي السيلوليت. الصورة دي الجزرتين شفتهم في السوبر ماركت، جات لي الفكرة ان اعمل لهم فوتو سيشن بيفور وافتر، ويا رب ان شاء الله قريب كده عقبال يبقى ليا صوره زي دي باذن الله. ده بالنسبه للشكل. طيب بالنسبه للاتيتيود، نمبر 1 الغضب. ليه الغضب؟ ببساطه لان الغضب بدايه كل شر. لو قدرنا نتمالك نفسنا وقت الغضب هنقدر نتحكم في ردود افعالنا وهنتجنب كتير من المشاكل والخلافات
ولو قدرنا ندي فرصة للي قدامنا انه يوضح وجهة نظره ويتناقش بهدوء هنتجنب المشاكل وسوء التفاهم. لو فكرنا ان اي حاجة بتحصل في حياتنا دي من عند ربنا مش هنتضايق وهنتحملها. انا سألت نفسي احنا ليه بنغضب؟ احنا ربما عشان حاجات كتير بتحصل على غير رغبتنا وعلى غير ما بنتمنى، او لاننا، ودي نقطة مهمة قوي، بنحط توقعات عالية جدا من الناس، وللأسف الناس ممكن تكون مش عندها القدرة والامكانيات للتوقعات دي او مش في بالهم اصلا. هديكم دلوقتي مثال حي للحظة غضب حقيقية حصلت من 4 سنين تقريبا. كانت بنتي في سن المراهقة، مش آية، و كنا بنتناقش والحوار احتد وبدأت تنفعل وتغضب، وعشان أنهي الارتداد ده فقدت بعضي ودخلت الأوضة وقفلت عليا. ما كان منها إلا إنها ضربت باب الأوضة برجلها، تبقى شكله زي ما أنتوا شايفين. تملكت أعصابي وفضلت جوه الأوضة لحد ما الأمور هديت جدا. بعد كده خرجت فقالت لي أنا بتعهد إني أصلح باب الأوضة على حسابي، وتاني حاجة إني أتمالك أعصابي عند الغضب. أنا وافقت على الاقتراح التاني ورفضت الاقتراح الأول وسبت باب الأوضة زي ما هو، علشان كل ما تشوفه تفتكر إن الغضب بيكسر الأشياء والمشاعر. الأشياء نقدر نصلحها بسهولة، لكن المشاعر بصعوبة تتصلح. بمناسبة الكسر، أنا وكتير من الأمهات لما أولادنا كانوا صغيرين ويمسكوا طبق أو كوباية وتقع منهم تتكسر، كنا بنغضب ونتنرفز ونزعق ونقعد نلم في الكسر واحنا متضايقين جدا. فمرة كنت في المطبخ لوحدي وماسكة كوباية ووقعت اتكسرت مني. ساعتها اتلفت وبصيت قلت لنفسي طب أنا مين اللي هيزعقني دلوقتي؟ فمن وقتها وأنا بطلت أزعق على أي حاجة تتكسر. أنا شايفة إن الغضب سهل قوي نتحكم فيه ونسيطر عليه لو عندنا رغبة وإرادة. لو قدرنا نقلل قوي سقف التوقعات من الناس ونرفع جدا سقف التوقعات من الله سبحانه وتعالى ونحسن الظن فيه، هنهدى جدا وهنتجنب الخذلان. لو ادينا فرصة اللي قدامنا انه يتناقش بهدوء ويوضح وجهة نظره هنتجنب الخلاف بشكل كبير. لو اقتنعنا ان كل حاجة ربنا يعملها في الدنيا حتى لو على غير ربنا ليها حكمة خفية لمصلحتنا هنكتشفها بعدين، هنرتاح وهنبطل غضب. لو كل واحد فينا جات له الفرصة ان يروح لمكان مفتوح، هواء، بحر، شمس، صحراء، ويقعد فترة ويستجم، هيكون أهدى بكتير وردود أفعاله أحسن. لو كل واحد فينا قدر يلعب رياضة ويمارس حتى لو المشي لمدة نص ساعة كل يوم، ده أنا كنت في ماراثون عجل في الشيخ زايد، مش بس أقول لكم بطبق اللي بقوله في مصداقية. الرياضة بتطلع الطاقة السلبية جدا وبتخف من حدة التوتر. لو اننا قبل ما نعمل اي رد فعل خدنا 10 ثواني بس، في ال10 ثواني نسبح، نستغفر، نعد الكراسي حتى والالوان، نشتت غضبنا، فبالتالي رد فعلنا هيكون اهدى بكتير. وفي طريقة لطيفة انا تعلمتها في احدى الكورسات هي السايكو دراما، هي عبارة عن مشاهد تمثيلية تحاكي مواقف حياتية بنتدرب فيها على كيفية رد الفعل المناسب. عندنا عادات كتير بنحب نتخلص منها ونعمل لها ديليت. مش بالضرورة تكون العادات دي مضرة، لكن مجرد ان في عادة او شيء بيتحكم فيك ده معناه انه نقطة ضعف ويجب التخلص منها وعمل لها ديليت.
مش هتكلم عن السجاير والشيشة والحاجات اللي كلنا عارفين إنها هي حرقت في الكلام قبل ما أقول. أنا عندي عادة مسيطرة عليا ومش بقدر أقاوم، اللي هي اللب السوري، unstoppable action يعني. الاعتدال في كل شيء مطلوب حتى في الحب، يعني مش تبقى جردل وتدلق ولا تبقى قطارة وتنقط، خليك وسط، حنفية أو محبس، تعرف إمتى تفتح وإمتى تقفل. الفيضان بيموت والجفاف بيموت، لكن المطر بس وحده هو اللي بيحيي. نيجي بقى للكبيرة اللي محتاجة delete big size، الأنانية. وهنا اسمحوا لي، هي وقفة كبيرة وخلاف مع بعض مشاهير التنمية البشرية، وبأكد بعض ومع تحفظي على المسمى. مؤسسات كتيرة معروفة وأسامي فجر في المجال دايما بتروج فكرة ابعد عن الناس السلبيين المكتئبين اللي بيشتكوا كتير، احسن دول هيعدوك، ياخدوا من طاقتك، هيدوك طاقه سلبيه، هيعكروا صفو ومزاجك ويومك. وبالتالي خليك مع الناس اللذوذين المرحين اللي بيضحكوا على طول عشان تكون مبسوط، ودي اسمها تنميه انانيه. لا دين ولا إنسانية ولا منطق يقولوا إني أعرف إني في إنسان حزين ومكتئب ومقهور وأقدر أساعده، حتى لو مش عارفه وغريب عني ومش أساعده، أنا ربنا هيسألني عنه في يوم من الأيام. والرسول عليه الصلاة والسلام قال كان الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل الأديان السماوية فيها نفس المبادئ والقيم الإنسانية. الإنسان اللي بيقولوا عليه سلبي، أنا شايفة إنه إنسان ملهم ومحفز جدا، وللإنسان الصح اللي فاهم يعني إيه إنسانية. الإنسان اللي بيقولوا عليه سلبي بيفجر جوايا طاقات إيجابية، طاقات رحمة وعطاء وإبداع، إني أفكر في حلول تخرجه من مشاكله وطرق تحلله أزمته، وأكيد جوايا هتكون في سعادة إني ساعدته وإن ربنا اختصني بثوابه. حتى لو مش في ايدي اني اساعده ولا اعمله اي حاجه، كفايه يحس ان في حد جنبه ومهتم بيه، ووقت ما هيعوزه هيلاقيه. الناس دي محتاجه الانسان الامان اللي يطمنهم ان لسه الدنيا بخير، فيتخلصوا ويعملوا الديليت لفكره انهاء حياتهم. في مقولة لسيدنا عمر بن الخطاب بتقول اعتزل ما يؤذيك. المقولة للأسف الناس بتقولها ناقصة، هي هنا المقولة كاملة وبتطبقها غلط. أنا اعتزل حد عايز يكسرني يدمرني يلخبط لي علاقاتي مع الناس ويعمل لي مشاكل، أنا مش بس اعتزله، ده أنا اعتزله واجيب ناس تعتزله واعمل له ديليت من حياتي تماما. لكن حد مقهور وحزين وضعيف ومحتاجني اعتزله عشان خايف على مزاجي، دي انا ليه؟ الحياه قصيره واليوم اللي بيعدي مش بيرجع تاني، والديليت هو بدايه التغيير. اتمنى كل واحد فيكم النهارده يبدا يكتب قائمه بالحاجات اللي عايز يعمل لها ديليت، ويعمل لها ترتيب للاولويات وخطة زمنية يشتغل عليها، وكل ما يعمل ديليت لشيء يكتب مكانه حاجة جديدة عايز يعملها ويضيفها لحياته، تبقى هي التارجت الجديد بتاعه. وكل ما يعمل ديليت يكتب النتائج اللي ترتبت على الديليت، وإن شاء الله مش هتكون مجرد نتائج لكن هتكون نجاحات وارتفاعات. وإن شاء الله أشوفكم في إيفنت جديد تكونوا أنتوا في السبيكرز. تكونوا في انتوا السبيكرز وتتكلموا كل واحد فيكم عن تجربته.
تجربته مع لقد حان وقت الدليل. بشكركم على حضوركم الغالي ووقتكم الكريم. بتمنى أكون أضفت ولو إضافة صغيرة لكل واحد فيكم تفتكروني بيها وتفتكروني بالدعاء، وإلى اللقاء.